قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في المسند: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن علم الساعة لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بإبراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة فكل يقول لا علم لي بها. لما جاء جبريل في صورة أعرابي كما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: متى الساعة يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ماذا تفيد هذه الجملة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لم يقل لا أعلمها أنا ولا أنت تعلمها، بل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدلت هذه الجملة على أن كل سائل ومسؤول لا يعلم بوقوع الساعة. قال ابن القيم رحمه الله كما في المنار المنيف قال: وقد جاهر بالكذب من يدعي في زماننا العلم وهو متشبع بما لم يعطى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله عن علم الساعة قال: أنا وأنت نعلمها. فهذه الجملة أضيفت من وضاع مخترق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف، فكيف يليق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لرجل أعرابي يظنه أعرابيا لأنه ما عرف، كيف يليق به أن يقول أنت وأنا نعلمها؟ كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عرف؟ إلا إن كان هذا الجاهل، والكلام لابن القيم، إلا إن كان هذا الجاهل يزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أن هذا الرجل الذي سأله أنه جبريل. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند قال: ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة، وقال في لفظ آخر: ما شبه علي إلا في هذه الصورة، وقال في لفظ آخر: ردوا علي الأعراب فبحثوا عنه فلم يجدوا أحدا. كيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عمر قال: فلبثت مليا، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بأن ذلك السائل الذي جاء في صورة أعرابي أنه جبريل. فهذه جملة ساقطة خاطئة قبيحة.